للأسف اللي هو التنمر مباشر لأنه وغير مباشر. هم اللي يعانون من هذا المرض أصلا يعانون من التنمر في حياتهم. اي يعانون، وهم اكثر ناس ممكن يعانون بشكل كبير جدا، لانه على فكره فيه اضطراب اسمه الايكولوليا، وهذا هو المعني في علم النفس بترديد الكلام الغير مترابط اللي ممكن يسمعه الطفل، ها يسمعه الطفل ويردده. علما الطفل في الخمس او الثلاث سنوات الاولى يتعلم النطق ويتعلم اللغه، فهو هنا طبيعي، لكن في فوق ثلاث سنوات اذا صار يردد اي كلام غير مفهوم يعتبر دخل في حاله مرضيه يحتاج الى الفحص والكشف والتشخيص. واضف الى ذلك انه يرتبط بالتوحد اكثر من اي شيء ثاني. مرض الثرثره المفرطه يجي بالوراثه ولا كيف يجي؟ لا، في ما يجي بالوراثه، لكن هو خلينا نقول هو عرض بسبب طبيعه المرض اللي عايش الشخص. له علاج؟ هي طبعا له علاج، اساسا له علاج كيميائي فيزيائي اللي هو دوائي، وهذا مهم جدا، ولكن دائما العلاج هو للمساعده على مثلا تحسين المزاج، لا ما هو بعلاج نهائي، لانه يحتاج الى عده اشياء، العلاج الدوائي والعلاج السلوكي المعرفي بشكل كبير جدا، وخاصه من قبل الاسره، لانه لو اثبتت الدراسات النفسيه ان الاسره هي المنوطه بهذا الشيء، لانها اكثر تعاملا مع الشخص سواء كان طفل او بالغ، خاصة أنه ممكن يتعرض زي ما قلنا قبل شوي للتنمر، وممكن يتعرض للسخرية والاستهزاء، وهذا ممكن يؤدي فيه إلى القلق والتوتر والإحباط وأيضا العصبية المفرطة، وممكن يؤدي فيه أيضا إلى ردود الأفعال السلبية. طيب آخر سؤال دكتور عبد الله، قديش عندنا إحنا ثقافة الصحة النفسية في مجتمعنا؟ والله تنصدم صراحة. الصحة النفسية هي عنوان كبير جداً وتحتاج إلى الجودة النفسية، ولكن عندنا أيضاً هشاشة نفسية كبيرة جداً بسبب عوامل كثيرة اللي هي ميني فاكتورز، وأهمها عوامل التربية. وأنت الآن تشوف الآن في اختلاف جذري ما بين ثقافة الأمس وثقافة اليوم، لذلك هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار النفسي، ومشكلة كبيرة جداً لدى الكثير من الناس، وليس يعني قلة، هو كثير للأمانة.